والله الواحد صار يستنى نهار العطلة بالدقيقة. لا شو هال؟ ايش هالنوم هيك؟ لك في حدا نايم لهلا؟ شو هالشبيل؟ فزي يومي. ايه يا لطيف، ايش في رقم بطيخ؟ لا انت ايش نايمك لهلا؟ لا شقرة الزول اللي عندك انت؟ ابعو بلا، استصبح ابعو بلا، ايش فيها اذا نمت هلا يعني وين المشكلة؟ بعدين الساعة لسعة 8 8 8 ولح انت المفروض تفيق من الساعة 5 الفجر يا مدام، تجهزي فطور لجوزك، تعملي لي غدا، تعملي لي الجو لحتى انبسط احس انه اليوم يوم عطلة. ولك الله يخرب بيته اللي اخترع يوم العطلة، يا رب يرتغي. لا انت ايش عم تقولي؟ علي صوتك لشو؟ ما بقول شيء، عم بدعي عليك، عم بدعي لك، انا قايمة جهز الفطور فورا يلا. بسرعة، وانا قايمة اشوف انا الاولاد فاولة لسه كمان. لحظة. اللي لسه هلا عم تشوف الفيديو ما هو عمل اشتراك، اشتركوا بالقناه واعملوا لايك للفيديو ووصلنا قناه اليوتيوب لل 2 مليون، باي كثير رقم صغير، بسرعه. ولعوا بلا ولك انا بالبيت الكل فيه بسرعه. ايش فيه؟ ايش صاير؟ امورك الوحي ما تاخذوها اشوف، يلا اليوم في عندنا كتير شغلات بدنا نشتغلها، عندنا شغل كتير اليوم، دورنا نلحق نخلص يلا. شغل شو؟ انا بدي نام وانا مته وانا مته وبأيده. ايه شو عليه؟ انتو حقكم تعترضوا وانا كمان حقي افرجيكم الاعتراض تبعي. وهلا رجعوا سمعوني لشوف انا قايم فورا فورا مباشرة. منين بتحب انا ابلش بابا؟ يا عمري انت منين بتحب؟ بسرعة بسرعة، اليوم بدي ربي فيكم القرود السود اليوم. الله يخلصنا من نهار العطلة هاد على خير بقى. لسا كل واحد بيشيلي على كيفه. ولا احمد جودي؟ ايش عم تعمل انت؟ عم بلعب تليفوني يا بابا. لا ايش عم تلعب؟ هلا وقت اللعب؟ حط من ايدك ومحفظ يلا. شو بدي احفظ؟ خلص تحفظ بعدين اليوم عطلة. لك ايه صحيح عطلة بحكيك من الاول. حط لي من ايدك يلا درج البناية كلها تشطف فيها من تحت لفوق من فوق لتحت يلا. وير بابا عيو درج بناية؟ في مرة هي عطشت فانا شو دخلني حتى اشطف كلها من فوق لتحت؟ ولك انا ليش عم بحكي حكي؟ لسه عم قولوا لي اتبع طريقة التربية الحديثة، انتو بقر ما بيمشي الحال معكم. انا قايم فورا؟ فورا. والله ربيكم والله اليوم، والله مشيكم على الف. ولا عبالة أم الثلاث ساعة. يا لطيف ايش فيه؟ ابوك مات؟ ابوي يموت؟ امي جاي اخبرك انه ابوي طلع من البيت وراح يرجع بسرعة، بدنا شي خطة مستعجلة لحتى نخلص من عذاب يوم العطلة. يخرب بيتها للحالة هي، كل مرة بدنا نسكت يعني كل مرة بدنا نسكت. ولك شكيتك لواحد احد، قطعت لي النفس شي يخرب بيتك، داخل عادي دخلت مخابرات الجوية وبتقلي بدك خطة؟ نقلع لبرا فلشني. امي فكري معنا، ما رح تندمي ها، لسه عنهار باوله، ابوي عم ينكش المشاكل من تحت اظافيره نكش، يعني كله رح يطلق براسي، رح تجني، فما بعد تصطفلي، شو خدوج؟ انا مع عبادة قلبا وقالبا، يعني انتم متفقين ومجهزين اموركم جايين عندي، ايش بدنا نعمل معه يعني؟ يعني احنا ايش بنقدر نعمل معه مثلا؟ حدا عنده فكرة؟ انا لا، ولا انا، بس طالما نحن الثلاثي مجتمعين، معناها بيطلع معنا شيء، صار لازم انده لابو المشاكل، يلي على طول بشيلني من المآزق مباشرة. وينك يا برنس؟ حيو الثلاثي المرح كلهم مجتمع هون، ايش القصة هات ولا شو؟ يخرب بيته، لك مو هذا الشيطان اللي كبل لي مي على السداجة الجديدة؟ وين هربت لك يخرب بيتك؟ بس الله قلبي ما نام منك. وين بدي اروح؟ اخذت لكم شوية كورسات بدروس رح ابهركم فيها. هلا خلصني، نحن صرخنا لك لانه واقعين بمشكلة نحن هلا. شو هي؟ شكله في مصيبة،
احكي لنا شو فيش فيه. بدنا خطه مستعجله. اليوم عطي ابوي عم ينكش المشاكل من تحت ضفيره ونكش. دبرنا انت شو ابوك؟ لا لا ما دخلني منوب 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 ما دخلني انا. لك حتى الشيطان ارتعب من ابوي يوم العقد. شو بك تعبت؟ اعطينا شي خطه ورجع لورا ما لك علاقه. اذا هيك ماشي اسمعوا لك ايش رح تعملوا. يا اخي انا مليون مره قلت هيك كرتونه طالع لي اياها على ما بفهم. انا بفرجيك يا عمان رجع لك. وين بدي احطها؟ هيك خليني احطها هنيك. شو بدي طالع انا كمان قلت شو بدي طالع؟ صوت هاد؟ مين في هون؟ مين في هون؟ قل والله احد. قل والله احد. قل والله احد. مين في هون؟ شو هاد؟ شو هاد؟ لا استوب مسكون. استوب مسكون. مسكون مسكون. لسه ما شفت شي والله. لا تشوف نجوم الظهر لسه. شو هذا اللي صار؟ لا مو طبيعي منوب. الاسطوح مسكون والله مسكون. الحمد لله ما في حدا بالصالون. ما حدا شايفني. ما بدي فرجي حدا اني مرعوب منوب. رو غسل وشي بسرعة قبل ما حدا يشوفني. جاهزي خدوج؟ جاهزي انا عمي. جاهزي مباشرة. بسرعة لك انا. بتروحي بسرعة بتنفذي اللي اتفقنا عليه. بسرعة. يلا يلا فورا يلا. المي مقطوعة. مين قطع المي؟ لك ام عبدة. ام عبدة وينكم؟ ام عبدة في حدا هون شي وينكم؟ يلا ام عبدة جيتك. يلا خير؟ مين هيك مشرش حالك؟ لك يخرب بيتك وينك انت؟ جيبي لي مي بسرعة. مي مقطوعة بسرعة. اي مو تكرم عيونك. انا رح اجي احسن لك. هاي احلى مي لعيونك. تفضل. يخرب زوجك. لك ايش عملتي انت؟ يو شبك؟ مو انت بدك مي؟ هاي مي. اليوم انا اذا ما بطلقك ما بكون ام عبدة. اليوم بدي طلقك. اليوم انا اليوم وي كرس. مالي مرة لك يا ام عبدة. مالي مرة لك يا بسيطة. مجودة روح اعملي كاس شاي بسرعة. يلا يلا بابا يلا. ثواني بتكون جاهزة عندك. يلا مجودة اعملي اللي اتفقنا عليه. ولو ما بدي توصي امي انا بعرف شو بدي اعمل. شوية فلفلة حمرا مع الشاي بيطلعوا كثير كويسين. وهي احلى كاسة شاي. بابا اشربها بسرعة عشان ما تبرد. هات هون هات هون. طلع من خلوتي. يخرب بيتكم من حالكم. يخرب بيتك. لا ايش حاطط جواته؟ يوم شو بك ابو عبده؟ ليش مكرز؟ هالحيوان هالحيوان حاطط حد للشاي. يخرب بيته بده يقتلني. بدي قوم طرب شو بدي قوم. انا طول بالك طول بالك. بدك تحط على عقلك مع الولد صغير. قوم روح تشطح انت خدك قيلوله. شكلك مرهق كثير انت. روح. ما زالك ماشي. ماني نايم له عليها. ماشي. نايم. هاتي علبة مكياج بسرعة. ليك عمي جهزت لك اياها كذا. خي ادعوا لي انتو. قولي اذا بيحس بكون احنا اكلنا كنادر نظامي. ان شاء الله بيحس عليها. ان شاء الله بيحس عليها. قولي ان شاء الله بيحس. ان شاء الله ان شاء الله بيحس.
شو عملت امي؟ صار معك؟ بس رفيق رح ينصدم، عملت له مكياج 15 نجمة. انا راسي ليش هيك عم بوجعني؟ شو هاد؟ انا اتبهدلت وانا اتطلعت.